جولة صحفية جديدة مشاهدينا مع أبرز ما جاءت به الصحف المحلية والعربية والعالمية صادرة صباح اليوم، مرحبا بكم. نبدأ جولتنا بأهم ما جاء في صحف القاهرة ونستهلها من صحيفة أخبار اليوم التي كتبت: في اتصال هاتفي مع أولاند السيسي يؤكد أن الإرهاب لا دين له ولا وطن. السيسي يقول: ندين الإرهاب بكل أشكاله، والإسلام يدين هذه الأعمال الوحشية، ولابد من المواجهة الشاملة للإرهاب وتحقيق السلام والاستقرار بالشرق الأوسط. تابعت الصحيفة: يوم الرعب في فرنسا، سقوط 4 رهائن ومقتل 3 بينهم منفذا شارلي إبدو. إلى عناوين الجمهورية: الرئيس مع حراس العدالة اليوم، الزند يقول السيسي يرد كرامة القضاء. وحول حركة المحافظين: السيسي يعتمد حركة المحافظين خلال أيام، ومحلب ولبيب التقيا المرشحين الجدد. كما حملت بشرى سارة وكتبت الصحيفة: المرحلة الثانية لبيت الوطن أول فبراير المقبل، أكثر من 3000 قطعة أرض للمصريين بالخارج والعائد مليون دولار. صحيفة الوطن اهتمت في عناوينها بأكثر من قضية وقالت: 11 حالفا ترسم ملامح برلمان ثورة 30 من يونيو، خارطة الطريق تصل محطة مجلس النواب. الإهواني: سنعرض 32 مشروعا في المؤتمر الاقتصادي ودعونا 100 دولة. ورياضيا ذكرت الصحيفة: الأهلي والمصري تحت الحراسة المشددة في الجونة. هموم المواطن المصري لم تغب عن اهتمامات صحيفة المصري اليوم، ومنها نطالع: في حوار مع 15 رائد أعمال، صعوبات التمويل أكبر مشكلة تواجه المشروعات الصغيرة. القاهرة التاريخية تبحث عن سائح، وطقس اليوم شديد البرودة ويشعل أسواق البطاطين والدفايات. الأحداث الدموية الأخيرة التي شهدتها فرنسا كانت محور اهتمام افتتاحية صحيفة الأهرام، التي أشارت إلى موقف الغرب السابق والذي كان يتجاهل الدعوة إلى مواجهة الإرهاب، ولفتت إلى ضرورة التكاتف الدولي اليوم للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة. لقد ظن الغرب أنه بمنأى عن خطر الإرهاب وبمعزل عن شره المستطير، وصم آذانه في وجه دعوات مخلصة للتكاتف من أجل مواجهة هذا الخطر المحدق بالجميع، وأصبح يهدد العالم شرقه وغربه، شماله وجنوبه. وما أكثر التحذيرات التي أطلقها العقلاء والحكماء من دول المنطقة من أجل مواجهة شاملة لدحر غول الإرهاب المتوحش دون أن تجد لها صدى أو تؤخذ على محمل الجد. ولعل الأحداث الأخيرة في فرنسا تجعل الغرب يفيق من سباته ويتخلى عن أنانيته، ويدرك خطورة هذه الظاهرة الرهيبة التي تهدد بالقضاء على الأخضر واليابس. مع تحديد مواعيد انتخابات أهم برلمان في تاريخ مصر في مارس المقبل، دعت صحيفة اليوم السابع في افتتاحيتها القوى السياسية والأحزاب إلى أن تكون على مستوى المسؤولية وتسعى للتوحد والدفع بالأفضل، وأن تكون أيضا مدركة لخطورة اللحظة. وقالت: بعد أن أعلنت اللجنة العليا للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات البرلمانية، هناك الكثير من المهام تنتظر مجلس النواب القادم، ومع هذا فإن الأحزاب لم تغادر خلافتها. لقد اقتربت المرحلة الأخيرة من خارطة الطريق على الانتهاء، وهو ما يمثل بالفعل انتصارا شعبيا، والأمر يحتاج إلى أن تتحمل الأحزاب والقوى السياسية مسؤوليتها وتتخلى عن خوفها المبالغ فيه من أجل إنجاح هذه المرحلة، لتبدأ مصر أولى تحركاتها بدولة المؤسسات. ونطلع أهم عناوين صحيفة البيان الإماراتية: داعش يستخدم آلاف الأسر العراقية دروعا، مظاهرات مناهضة للحوثيين في الحديدة وصنعاء، قاذفات صاروخية تطال مقر تلفزيون النبأ الليبي الخاص في العاصمة طرابلس. إلى صحيفة الشرق الأوسط السعودية ونطالع: الثلوج تعزل شرق لبنان عن ساحله وتحاصر اللاجئين، اليونيسف توزع مواد إغاثة على 75,000 طفل سوري وفلسطيني، جبهة النصرة تتقدم شرق بلدتين نبل والزهراء للمرة الأولى، وقوات الدفاع الوطني تصد الهجوم، داعش يحفر الخنادق لعزل البوكمال السورية عن القائم العراقية. من القدس العربي: الشباك يعلن إحباط خطة لتفجير قبة الصخرة خطط لها أمريكي بتوجيه من منظمات صهيونية. قمة استثنائية للإيجاد في أديس أبابا الأسبوع المقبل لبحث الوضع في جنوب السودان. موريتانيا بعد أن رفضت المعارضة الحوار وقررت تجميع قواها لاستئناف النشاط، الحزب الحاكم ينتقد موقفها وآمال الحوار تتبخر.
وإلى أهم عناوين صحيفة الوطن السعودية. انسجام الفقراء يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية. الجراح: ذهبنا إلى الحوار لأنه المخرج الوحيد. مؤتمر للتنسيق العسكري الإفريقي بالجزائر بين رؤساء أركان مالي وموريتانيا والنيجر بمدينة تمناراست جنوب الجزائر. وعالميا قالت الصحيفة: طالبان أفغانستان ترفض عرض الرئيس أشرف غني للمشاركة في الحكومة. ومن افتتاحية صحيفة البيان الإماراتية تحت عنوان الدين الإسلامي براء، أوضحت الصحيفة أن الإرهاب لا دين له وأن المتطرفين يعملون على إلصاق هذه التهمة البشعة بديننا الحنيف، فعصابات القتل والإرهاب شوهت الدين وسماحته بأفكار مسمومة ليست في صحيح الدين من شيء. وأضافت الصحيفة: إن الله عز وجل يدعونا إلى الدعوة بالحسنى واللين والتسامح، واستهداف الأرواح والناس جريمة لا تقبلها الفطرة السوية، فليس من أخلاق المؤمن الإقدام على تفجير نفسه وقتل الآخرين. وإذا كان هناك خلاف فالأولى أن يحل بالحوار والحسنى، فالفكر الضال لا يواجه إلا بالفكر المستنير، وهذا واجب الحكماء ورجال الدين الحنيف. وتاريخ الأمة يشهد لعلمائها وحكمائها بأنهم صمام الأمان، وأن خطابهم المعتدل يقضي على الفتن في مهدها. مأساة غزة، عنوان مقال نطلع تفاصيله من صحيفة القدس الفلسطينية التي أكدت أنه مع استمرار تأثر المنطقة بالمنخفض الجوي منذ أيام وما رافق ذلك من ثلوج وفيضانات وبرد قارس تسبب في خسائر بشرية ومادية، فإن مأساة أهل غزة تتزايد، خاصة أنهم منذ العدوان الصهيوني الأخير يعيشون بلا مأوى، فبعضهم في الخيام والبعض الآخر في المدارس وأكثرهم يعيش بين الأنقاض. وأضافت الصحيفة: من هو المسؤول؟ وكيف يعقل أن يغمض مسؤول فلسطيني واحد جفنه، سواء من حركتي فتح أو حماس، وهم يسمعون ويشاهدون هذه المأساة؟ وكيف يمكن لكل هؤلاء الضحايا أن يثقوا في أي مسؤول الآن، خاصة أن حالة الانقسام بينهم هي سبب رئيسي في هذه المعاناة الشعبية وسبب في ضعف الساحة الفلسطينية وتراجع القضية دولياً. نتحول إلى الصحف العالمية مشاهدينا، والبداية من صحيفة لوموند الفرنسية ونقرأ فيها: فرانسوا أولون يؤكد مرتكبو الأعمال الإرهابية التي شهدتها فرنسا ليس لهم أي صلة بالإسلام ويجب عدم الخلط بين الإسلام والإرهاب. أولون يدعو إلى تظاهرة دولية غدا الأحد تنديدا بجرائم العنف والإرهاب. قلق مسلمي فرنسا بعد الحادث ووقفة تضامنية مع ضحايا شارلي إبدو. إلى الصحف الأمريكية ونطالع من صحيفة الواشنطن بوست: بعد 3 أيام من مذبحة شارلي إبدو، الشرطة الفرنسية تنهي المواجهات الدامية مع التوأم منفذي العملية. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعلن الحرب الدبلوماسية على إسرائيل. رئيس سريلانكا المنتهية ولايته يعترف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية في محاولة لإعادة انتخابه. نبقى مع الصحف الأمريكية، ومن نيويورك تايمز نتابع: جون كيري يتوجه إلى سفارة فرنسا في واشنطن لتقديم العزاء في ضحايا الاعتداءات التي شهدتها باريس ويشيد بقوة الأمن الفرنسية. الولايات المتحدة تدعو موسكو للإفراج عن طيارة أوكرانية محتجزة. استئناف البحث عن الصندوقين الأسودين للطائرة إير آسيا الإندونيسية وضحاياها. من الجارديان البريطانية: مجزرة دموية جديدة لبوكو حرام. والجيش النيجيري يبدأ غارات جوية لاستعادة السيطرة على مدينة باجا الاستراتيجية. ميت رومني يفكر في ترشيح نفسه مرة أخرى في انتخابات الرئاسة في العام 2016. إلى مقالات الرأي في الصحف العالمية، حيث لا تزال حادثة شارلي إبدو تلقي بظلالها على اهتمامات الصحف. الإندبندنت البريطانية كتبت مقالا بعنوان أحداث 11 سبتمبر الفرنسية، أكدت فيه أن هذه الحادثة فاصلة في التاريخ الفرنسي، كما أن تاريخ الولايات المتحدة أصبح يقسم إلى مرحلتين: مرحلة ما قبل 11 سبتمبر ومرحلة ما بعدها. وأضافت الصحيفة: على الرغم من تشابه حادثة فرنسا وحادثة 11 سبتمبر في التطرف والإرهاب، إلا أن هناك فرقا بين الحدثين، فمنفذو الهجمات في الولايات المتحدة جاءوا من خارجها، أما من هاجموا المجلة الفرنسية فقد ولدوا ونشأوا في فرنسا، وهو ما يؤكد أن الخطر ليس في دين وعقيدة وإنما في أفكار متطرفة، وهو ما أكده الرئيس الفرنسي في خطابه.
عودة إلى صحيفة الجارديان البريطانية ونقرأ فيها مقالا بعنوان اليمين يستغل الهجمات للتحريض على الإسلام. وأكدت الصحيفة أن المتطرفين يستغلوا الهجمات لإشعال فتيل الفتنة، وهو ما دعا الطائفة الإسلامية لاتخاذ خطوات لاستباق الأثار السلبية التي قد تترتب على الهجوم، حيث يشارك ممثلون من 900 مسجد في وقفة تضامنية بالشموع. وأضافت: بعد الهجوم على تشارلي إبدو استغلت منظمات يمينية متطرفة مثل منظمة البديل من أجل ألمانيا هذه الحادثة في إشعال فتيل الأزمة وتخويف الغرب من الخطر المستفحل للإسلام والمهاجرين المسلمين. وبدأت أصوات الكراهية تعلو بغلق أبواب الهجرة في وجه المسلمين وفرض قوانين الاعتقال الإداري، وهو ما يعمق جذور الأزمة. مشاهدينا الكرام، وهذه وقفة مع الرسوم الكاريكاتورية الأبرز في صحف اليوم. وصلنا وإياكم إلى ختام جولتنا الصحفية، شكرا وإلى اللقاء.